بسم الله والله أكبر والحمد لله أبد الآباد بفضل ربك بربنا رب العباد. يقول مولانا ولسوف يعطيك ربك وترضى، يعني حاجة ثابتة لأن الله يتكلم والله يعيده والنبي عليه الصلاة والسلام، وكل وعد ذاك أكبر وعد ما لا ناله إنسان وعد هو محمد عليه الصلاة والسلام. وإحنا أمة واعدة موحدة، أعلن خير الأنبياء هو نبينا عليه السلام جميعا، وخير الشخصيات هو شخصية النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربي شد فيه شد له أنك على خلق عظيم. يقول مولانا ولسوف يعطيك ربك فترضى. Dieu الله l'unique va te combler par ses bienfaits et tu seras de cette façon là très satisfait. افهم سمعنا ربنا حين يعطي النبي عليه السلام هاتي بالكامل الخير والعفة والسلامة والجهاد والصبر وحسن الخلق الأوفر والسلام علينا المعادين، نحن أهل العداء لأهل الهوى، والسلام بالتمام والكمال لأمة الإسلام. زرع أخرج شطأه.